السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. المرة الماضية تكلمنا عن الـ OSPF، عن الـ Virtual Link، كيف توصيلات، كيف ممكن تمدد الـ OSPF. الآن لما يعني تقدر تطور الـ OSPF وتخليها تقدر تغطي مناطق أكثر، الآن بصير عندك موضوع الـ Performance، الكفاءة. انت مظبوط صار عندك نوع من المرونة، لكن الآن بنتكلم على الكفاءة وعن رفع القدرة تبعت الـ OSPF تبعك. انتو شايفين هون طبعا كيف انا بعمل هاي الراوتر، كيف بوصلها، ليش الجنب الراوتر ما بتوصل مع الانترفيس مباشرة. انا عامل هيك، هذا عبارة عن سويتش، عبارة عن سويتش، لكن انا شو اللي عامله، مغير هون لون اللون تبع لون التكست، فهيك ببين اوضح للي بيشوف الفيديو او بيشوف الاعدادات اللي عندنا. رح نتكلم عن 3 area types. احنا تكلمنا عن الانترفيس تايب وحكينا انه في عندك broadcast interface وفي عندك non broadcast وفي عندنا point to point وفي عندنا point to multi point، هاي بالفريم ريلي. لكن هون بنتكلم عن الاريا تايب. احنا شايفين هون في عندنا اريا، هون في عندنا اريا ثانية. لو وضعنا هون مثلا هيك، وهي هون، خلينا نعمل ستايل اوكي، هاي لور، وهاي مثلا خلينا ناخذها او اوكي. فانت هيك صار عندنا تو ارياز، وصار في عندك اللي هي طبعا احنا في عندنا هون جنو راوتر اللي هو لينوكس او جنو لينكس راوتر. فاللي راح نعمله الان، راح نعمل كونفيجريشن للانترفيسز، بعدين نعمل كونفيجريشن للاريا بشكلها الطبيعي. وبعد ما نعمل كونفيجريشن بشكلها الطبيعي للانترفيس الى الـ OSPF، بنعمل رفع كفاءة، بنغير وبنشوف بنشوف ايش يعني. احنا بنعرف ان الـ OSPF تتعامل مع الداتابيس، كل ما زادت الداتابيس كل ما زاد الراوتس الموجودة بالـ OSPF، كل ما زاد حمل الراوتر، كل ما بده يعالج اكثر. فاحنا اللي راح نعمله ان راح نرفع كفاءته باستخدام خصائص الـ OSPF areas. فاحنا بنعرف انه كل منطقة او كل اريا فيها 3 انواع من اللينك ستيت ادفرتايزمنت. يعني الراوتر، راوتر 1 وراوتر 2 وراوتر 3 فيهم، راوتر الجنو راوتر وال الجونيبر ار 11 راوتر، في عندك 3 لينك ستيت ادفرتايزمنت. في عندنا التايب 1 اللي هو تبعات الراوتس، يعني النتوركس موجودة عندك، الراوتس موجودة عندك. في عندك التايب 2 اللي هي نتورك، يعني هذيك الراوترز، الراوتر اللي بيعملها جينيريشن، ببعثها مثلا من هون لهون، هاي بتحمل الراوتس. في عندك اللي هي تايب 2، هي عبارة عن لينك نتورك لينك ستيت ادفرتايزمنت. مين اللي بيعملها، مين اللي بيعملها جينيريشن تايب 2؟ اللي هو الدي ار، ممكن يكون الدي ار جنو راوتر او بيكون الجونيبر ار 11. طبعا بيعملها بيعملها جينيريشن بناء على مين، بناء على مين عنده اكبر اي بي ادرس او لوب باك ادرس، اكبر واحد هو اللي بحصل على الدي ار، فهو بيعملها جينيريشن. بضل عندك التايب 3 اللي هي summary link state advertisement، مين اللي بعملها؟ بعملها الـ ABR. الـ ABR اللي هو area border router
بعملها طبعا بعملها ادفرتايزمنت من يعني مين اللي راح يعمل هنا؟ راح يعمل R11. ليش؟ لأنه هو موصول مع الاريا 112، فهو بعمل ادفرتايزمنت لهي الراوت من 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 مناطق أخرى. فهيك في عندك ثلاثة بالوضع الطبيعي راح يكونوا عندنا موجودات. الآن راح تيجي عندك يعني احنا عندنا حاليا الراوتر R11 هذول موجودات بكل اريا. الآن في عندك R11 بده يبعث الراوتس من من مناطق أخرى. في عندك كمان اللي هي التايب 4 اللي هي لينك ستيت ادفرتايزمنت، يعني هي بتحكي عن الاوتونوموس سيستم بوردر راوتر. ايش يعني اللوكيشن الاي بي ادرس تبعه؟ طبعا احنا راح نحكي عن الاوتونوموس سيستم بوردر راوتر اللي هو بربط بين اكثر من بروتوكول. لو حكينا انه هذا هو الاوتونوموس سيستم بوردر راوتر، فهاي اللينك ستيت ادفرتايزمنت تايب 4 بتحدد اللوكيشن الاي بي ادرس تبعه، بينما التايب 5 هي عباره عن الاكسترنال لينك ستيت ادفرتايزمنت، طبعا بنشئها او بنتجها الاوتونوموس سيستم بوردر راوتر وبطلعها هون. راح نحكي عنهم وراح نشوف كمان شو شغل التايب 7 لينك ستيت ادفرتايزمنت. حاليا راح نعمل كونفيجريشن انترفيسز ونعمل كونفيجريشن لل او اس بي اف بشكلها البسيط. فاول شيء راح نعمل انترفيس اي ام 0.0، هاي اللي راح يوصلنا مع الجنو راوتر. ففاميلي ادرس فاميلي اي نت ادرس 172.16.1.1/24. الان راح يكون عندك 1 ل 2 وراح يكون عندنا اللي هو 2، وبيكون عندنا كمان هون 3 اللي هو من 1 ل 3، وعندنا الانترفيس اي ام 3. بيبقى عندنا اللي هو اللوب باك ادرس راح يكون خلينا نختاره اللي هو 11 أو 111، بصير عادي بقى 11 111 مميز أكثر، بس 333 مش راح تزبط معها. طيب 111 وهاي اللي هي loop back 0. نعمل كومات. هاي بالنسبة للإنترفيسز أو بالنسبة ل النتورك إنترفيسز نتورك كارد. في عندك loop back إيثرنت 0 وإيثرنت 2 مع راوتر 2 أو 1 2، وإيثرنت 3 مع 1 3، واللوب باك أدرس الآن 6 بروتوكولز أو أس بي أف أريا 0 إنترفيس إي أم 0.0، وبدك تيجي هون تحكي له loop back 0 باسيف، وبدك ترجع هون تحكي له انه 2 راح يكون بالاريا 112، وراح يكون عندك 3 بالاريا 113. نعمل كومات. الان يعني طبعا المفروض الان تنزل عندنا كل الراوتس، ففعلا نزلت عندي كل الراوت تايم الى الان لا. اي ام 0 تمام مشت الامور. طيب كمان هون لازم نشوف كل الراوت show IB route OSPF تمام 1 2 1 3.
طبعا هون بتشوفوا، هون انا كنت عامل بداية configuration، بعدين يعني بديت اسجل مباشرة. ف set interface EM 2.0 family inet address 172.16.12.2/24، وكمان في عندك اللي هو راح تكون 22، راح يكون عندك اللوب باك 0. و خلينا نعمل كوميت مباشرة بعدين نعمل configuration لل OSPF. طيب set protocols OSPF area 112 interface EM 2 وفي عندك كمان هنا loopback 0. نعمل commit commit. طيب run short out، المفروض ما ياخذ وقت طويل يعني. اها تمام، بضع ثواني يعني مش اكثر. set interface EM 3 هون 3.0 family inet address 172.16.13.3/24، وكمان بدنا نعمل configuration للوب باك ادرس، فراح يكون عندك اللوب باك ادرس 00. ومباشرة خلينا يعني نعمل configuration للبروتوكول OSPF area اللي هي 113 interface EM 3، وكمان في عندك loopback 0 passive. اتوقع هون احنا عملنا configuration لل loopback loop طيب ما خلينا بس نضيف لمسة اخيرة عليه، loopback 0 passive. والآن نعمل كومنت. ليش؟ لأنه إحنا هنا ليش أنا بركز على الباسيف؟ علشان يعني نوصل لأقصى بيرفورمانس ممكن نوصل لها بال OSPF. فأنا شايفين هون الآن لو حكيت له run short out run short out لسه الى الان لا يبدو انه في مشكلة انا عندي. طيب شو 13.3 وفي عندك 33 في عندي ام 113. انا لو حكيت له هنا شو مت كونفيجريشن لهون للاريا 113 ام 3 EM 3 EM 3. طيب نطول بالنا عليه. تمام. طيب طبعا هون انتو شايفين انه يعني كل الراوتس موجودة عندي، لكن لو اجينا حكينا انه الاريا 112 وحكينا انه هاي الاريا عبارة عن ستوب، ليش بدنا نعملها stub؟ يعني stub جذع مقصوص فعليا باللغة العربية، ترجمتها عبارة عن جذع شجرة مقصوص، يعني نهاية مغلقة، طريق مسدود. فليش أنا إذا الراوتر، بما أني أنا الـ ABR Area Border Router، ليش أنا إذا فقدت network ليش أبعث للراوتر 1.2 أو 12؟ ليش ابعت له طلب احكي له بتعرف ايش عن هاي الراوت؟ بتعرف ايش عن... طب ما هو ما بيعرف اصلا، هو يعني بس وصلنا هون اخر اشي مع سويتش ومع مجموعة من الهوست، مجموعة من الاجهزة،
فكل اللي راح اعمله اجي هون واحكي له يا يعني set protocols OSPF واحكي له انه الاريا 112 هي عبارة عن stop بس كمل. لكن حاليا بس احكي له انت عبارة عن stop وعمل له run clear OSPF neighbor 172.16.122 كوميت بجمداش كوميت هي. لكن لو اجيت هنا حكيت له run show OSPF neighbor متصل لكن هل في عندي routes؟ لازالت راوت موجودة. run show SPF neighbor run show SPF interface مرة ثانية شوف حاليا بس كان باقي له واحد انا مش منتبه هون باقي له حتى ما يصير ديد واحد. فلو حكيت له شو انترفيس ما في ما في حدا معاه فهو فقدنا الاتصال فيه. ليش؟ لانه كل واحد اذا انا بدي اعمل اريا ستوب فلازم اجي عليه احكي له بروتوكولز او اس بي اف الاريا 112 ستوب. يعني على الجهة المقابلة من الطريق لازم احكي له انت كمان stop. حاليا لو حكيت له neighbors فرجع النيبر مباشرة عندي. طيب نشوف interfaces فهي انا موصول انا الراوتر ID تبعي وهو عبارة DR router اللي هو router R11. طيب لو حكيت له الان بطل ما هو اي شيء بده يطلع عندي من الراوتر يعني لاي منطقة اخرى لو حكيت له show OSPF run show OSPF database external فهي موجودة الاكسترنال والوحيدة اللي هي اللي هي الديفولت راوت. لكن راح تصير عندي مشكلة هون لو حكيت له show run show route فانتو شايفين هون انه فقدنا الديفولت راوت. طيب احكي له show route run show route. فأنا شايفين هنا انه في عندي راوت مهمة جدا واللي مهمتنا نحافظ عليها. هنا مش موجودة. حكيت له show route مش موجودة. طيب شو ايش يعني ايش السبب او ليش الجونيبر راوتر ما نزل لي اياها بالراوتينج تيبل؟ طبعا هاي شغلة من جونيبر راوتر انه هو فعليا ما بيعمل ما بيعمل بشكل اوتوماتيكي اللي هي ما بيعمل جينيريشن للديفولت راوت لما يكون عبارة عن الاي بي ار موصول فيها. فلو كان يعني لو كان الاي بي ار موصول بستب او نوت سو ستب اريا ما راح يعمل جينيريشن للراوت بشكل او للديفولت راوت بشكل طبيعي. فالحل هاي المشكله اني اجي لهون احكي له بالنسبه للستب تحكي له ديفولت متريك تيجي هون مثلا تحكي له مثلا يعني اعطي متريك بسيطه مثلا 6 و انتر وهيكون
راح تشوف حاليا انه بعد يعني بضع ثواني نزلت مباشرة عندك الديفولت راوت. لكن هاي كمان صارت يعني هاي هي الوحيدة اللي راح تضلها، راح يضل الراوتر محافظ عليها. طب شو بالنسبة للراوت هاي اللي بتوصلنا مع R3؟ انا بقدر اوصلها ولا لا؟ بقدر اوصلها اكيد. ليش؟ لاني لو حكيت له run ping 172.16.133 فانا بقدر اوصلها، لكن انا مش موجود عندي بالراوتينج تيبل. واي واحدة من الامور لا موجودة عندي بالراوتينج تيبل، هي 13 الاكسترنال عذرا يعني اكسترنال اللي هي مش من انا مش ممثلها هون، فراح نضيف الان اكسترنال راوت على R13. طيب انا بما انه انا بدي اورجيكم انه هون الاكسترنال راوت ما راح تظهر، فانا لازم اجي هون واحكي له set routing options static route، ونعمل زي المرة الماضية اللي هي 10.3.1.1 او .1.0/24 ونكست هوب. لكن هنا لا مش راح نعمل نكست هوب، راح نعمل المرة الماضية انا عملت discard. طبعا discard نو سند نو، انا ما انتبهتش للنو اللي هون، ف ريجكت راح نعمل ريجكت، وراح نعمل واحدة ثانية ونخليها 2 نعمل ريجكت، ونعمل واحدة ثالثة خليها 3 نعمل ريجكت، ونعمل كوميت. الان بدنا نعمل set policy options policy statement static policy static from protocols. طبعا راح نختار بدون ما نختار static، بعدين بدنا نحكي له from protocol static then ثواني. اول شيء بدنا نحكي له انه من البروتوكول ستاتيك نحكي له تيرم 1 او تيرم تي 1 ولا فيش داعي. then accept مباشرة. then accept افضل اشي او اسهل اشي. بعدين خلينا نعمل set، يعني حاليا بدنا نفوتها على OSPF او نستوردها، نخلي OSPF يعني يبعثها لبقية الراوترز. ف OSPF export static commit نشوف حاليا لازم تبين عندي هون على هاي على هذا الراوتر. تمام هاي بينت، هاي موجود عندي هون، لكن المفروض هاي ما تبين هون external. ما تمام سليم فما بينت عندي هون، لكن انا بقدر اعمل ping عادي، ما راح اواجه مشكلة. راح يحكي لي destination host unreachable 3.3.1 مثلا
destination host unreachable. شايفين هون كمان لو عملت له rapid بيعطيني نفس النتيجة destination host unreachable. فهيك احنا حلينا مشكلة. لكن بنرجع مرة ثانية هون ل حكينا له show route. فانتوا شايفين هون بما انه هو يعني يعني هو مش متصل غير بالراوتر R12 مش متصل غير بال R11. فمعناته انه كل الراوت راح تروح عن طريق R11 سواء ل R3 او للديفولت gateway. فليش بقى اجي انا اعمل شغلة حلوة كثير احكي له ما تبعث summary. السمري اللي هي link state advertisement اللي هي بتوعنا او الها دخل بالراوتس من الشبكات الاخرى او من المناطق الاخرى. فاحسن شيء اجي على راوتر R11 وهون انا حكيت له stop. بعد ما احكي له stop بحكي له هون في عندي خيار no summary بعمل له commit. الان هون راح شايفين طبعا هنا اول شيء فصل او فقدنا الاتصال مع الراوتر. اول شيء فقدنا الاتصال بعدين هون مباشرة نزلت عندي الراوت اللي هي ديفولت راوت لكل شيء. فلو حكيت له هنا اعمل بينج فهو بيقدر يعمل بينج. حتى لو حكيت له اعمل بينج لمين مثلا شيء على الانترنت كمان عادي بيقدر يعمل له بينج. لكن ما في عنده بالراوتينج تيبل اي شيء وهذا شيء ممتاز ووفر علي اشياء كثير. الان بدي اجي هون انا عارف انه هذا الاي اس بي ار بقدر اعمل له بقدر اعمله ستوب بقدر اعمله. الان اذا عملته ستوب راح افقد الراوتس تبعاتي اللي هم الراوت لو حكيت له شو route run show route run show route خلينا نشوف كله. طيب هون هدول الراوتس راح نفقدهم. ليش؟ لانه stub فمعناته يعني راح يمنع كل السمري اللي عندنا والاكسترنال راح يمنع الاكسترنال تايب 5. فانت اذا بدك تبعث اكسترنال يعني انا كيف بدي كيف بدي ابعث من هون الاكسترنال الا عن طريق التايب 5. لكن بما اني انا عملته ستوب راح التايب 5 يعملها دروب هون الراوتر R11. بالفيديو اللي بعده راح نعمل خاصية جديدة اللي هي not so stubby area. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله.